نص كيلو من دبابيس الفراخ، نص كيلو صدور دجاج هنقطعها ستريبس اللي هي بنقطعها كده قطع تخينه شويه وطويله كده صوابع، نقدر نستخدم فليتوهات الفراخ اذا عايزين، اللي هي القطعه اللي بتبقى في الصدر الكامل، بيبقى فيه صدور كامله كده وفي في ظهرها قطعه، ودي بيبيعوها لوحدها فليتوهات اسمها فليتوهات او ستريبس. يعني لو قلت لهم عايزين ستريبس هيدوكوا ده. عايزين للتتبيله كوبايه من اللبن الرايب، جنزبيل باودر وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وملح وفلفل اسود وليمون. عايزين تحطوا مستردة مفيش مشكلة، إضافة المستردة من إننا نشيلها دي حاجة ترجع لكم. الليمون أساسي عندي، البهارات ممكن نغير فيها إذا مش حابين البابريكا مش مهم. عايزين مثلا تشيلوا الجنزبيل مفيش مشكلة، لكن مش هنقرب من التوم الباودر ولا البصل باودر ولا البابريكا ولا الليمون ولا الرايب. يلا بينا، أول حاجة هنعملها كده إن احنا نجهز الفراخ بتاعتنا، وزي ما بقول لكم في مواصفات معينة للفراخ اللي هتتقلي. هي فرخة مش بلدي أكيد، ده أهم حاجة، مش هينفع نعملها بفراخ بلدي خالص. فراخ البلدي لحمها ناشف، ريحتها مختلفة، حلوة جميلة بس هي تتسلق وتتحمر وناكل جنبها ملوخية، لكن نعملها فرايد تشيكن صعب. فهنستخدم فراخ تكون 900 جرام، الفرخة الكاملة مثلا لو أنا بشتري فرخة وهقطعها على 8 هستخدم فرخة 900 جرام أو 1000 جرام أو 1100 جرام. لا يتعدى وزن الفرخة 1100 جرام، يعني محبش يعني. ينفع ينفع، كل حاجة بتنفع، بس في الآخر هتزعلوا إنه الفراخ كانت كبيرة ما استويتش من جوه، فتحنا لقينا الوان ودم وحاجات جنب العظم وما وصلت لهاش التتبيله، وفي نفس الوقت ما وصل لهاش درجات حراره عاليه ولا الزيت دخل، فاحنا بالتالي ما عملناش احسن حاجه. اوكي يلا هنحط الفراخ. انا هنا زي ما قلت لكم استخدمت الدبابيس واستخدمت القطع الستريبس، من اسهل الحاجات اللي ممكن تتعمل في الحياه الوصفه دي. يلا بينا نعمل كده، يلا بينا نعمل التتبيله بسرعة بسرعة كده. اللبن الرايب هنحطه كده على جنب، أحب أضيف معلقة عسل هتدي طعم حلو قوي مع الليمون، وكمان لو حطيته مستردة هتبقى تحفة. هحط كده معلقة عسل، وعصير الليمون مع بهاراتنا اللي اتفقنا عليها من توم باودر وبصل باودر وبابريكا وملح وفلفل أسود وجنزبيل. كفاية كده جنزبيل. هنجيب الملح والفلفل، لو تحبوا تضيفوا خل مفيش مشكلة، بس أنا شايفة إن كده كفاية، يعني ممكن معلقة خل ما يجراش حاجة. هنقلب كل اللي احنا شايفينه ده على بعضه، نتأكد إن العسل داب، وكده عندي تتبيلة رهيبة. يلا بينا. تقدروا بقى انتوا علشان لو عايزينها بقى مقرمشه قوي بتستخدموا في التغليف ممكن كورن فليكس، ممكن البانكو اللي هي اسمها ايه، قطع العيش اللي هي الابيض كده، بيبقى ابيض مثلا ومتحمص. اوكي ده بيبقى خلطه يابانيه كده او بقسماط ياباني بيتباع جاهز علشان نطلع الطبقه اللي فوق دي مقرمشه. لما اجي دلوقتي هنا هي كله هيطلع مقرمش عادي، لكن من مقرمشه اللي هي فيها قطع كرانشي كده. هنا الدبابيس دي انا مسكتها بالسكينه ونغستها قبل الهواء علشان حاجتين، عشان اوصل عند العظم بالتتبيله، وعلشان لما اجي برضو اقليها اوصل للتتبيله. كل ما الفراخ اتبلت كل ما كانت احلى، فعلشان كده بقول لكم ليله كامله. ولكن ينفع جدا ان احنا نتبلها 6 ساعات، اوكي 7 ساعات، اوكي، بس مش بعد اليوم او مش بعد الليله الكامله، ولو اقل يبقى اقل حاجه هنحطها في الثلاجه 6 ساعات. 6 ساعات في الثلاجه متغطيه، وعلى فكره التتبيلات اول ما بتدخل الثلاجه بتلقط التتبيله اسرع، يعني مع ان هي بتنكمش كده وتسقع فتبتدي تسحب من التتبيله. الحركه دي او العمليه دي لما بندخل اي فراخ علشان تتبل اسرع نحطها في التلاجه. لو انت فاكره انه لا في التلاجه هدخلها مش هتتبل اسرع، بالعكس، عايزه تتبلي الحاجه اسرع
غطيها وحطيها في التلاجة. أول ما تبتدي تسقع وهي بتسقع بتتشرب، كل ما تسقع كل ما تتشرب أسرع. أنا كده بالنسبة للتتبيلة زي الفل. نعمل رز ريزو عبارة عن إيه بقى؟ عايزين كيلو رز مصري، بصلة مفرومة أصغر بصلاية عندك، ما تكتريش البصل قوي، بصلاية صغنطوطة. عايزين كمان ربع كوب من صوص الريزو اللي احنا هنعمله دلوقتي، اللي مكوناته هقولها لكم دلوقتي. وعايزه مكعب مرقه، وممكن احط بابريكا وملح وفلفل اسود، بس انا شايفه انه خلاص احنا اوريدي عندنا بابريكا في الصوص فمش هنحط بابريكا تاني. بالنسبه للصوص بقى هنعمله ازاي؟ هنحط نص كوبايه كاتشب، معلقه كبيره عسل ابيض، معلقه كبيره عسل اسود، معلقه كبيره صويا صوص، معلقتين كبار باربيكيو صوص، معلقه كبيره من الخل، معلقه صغيره توم باودر، ومعلقه صغيره بصل باودر، معلقه صغيره بابريكا، وملح وفلفل اسود. يلا بينا. حطيت البصل على النار تاخد لون اصفر فاتح. اوكي يلا بينا ننزل على طول بالمرقه. البصلاية ما تاخدش لون غامق علشان ما تقلبش مننا ايه؟ رز صيادية. عايزينها اصفر فاتح، تبقى لسه مسكرة كده ولذيذة. زي ما احنا عارفين رز ريزو ده رز مسكر. بصراحة حلو وكل حاجة، هو مسكر سنة. فيعني طبعا مع الصوصات والعسل والحاجات اللي احنا حاطينها بتدينا في الاخر ميكس، كل الميكس ده بيدي طعم حلو قوي، بس هو بيبقى سنة سكر زيادة. نقدر نشيل ايه؟ نقدر نشيل حاجات او كميات، يعني ممكن نقلل الكميات عادي. هنزل بالرز هديله تقليبه بالملح، وبعدين اروح اعمل الصوص على جنب وانزله عليه واحط الميه. ادي ملح وفلفل اسود. ويهمني جدا ان احنا في المرحله دي نركز ان الرزايه تتشرب وتسخن كويس قوي، عشان هو رز ملزق. فلو هو الرز ملزق ده ومسكر وكمان مش متفلفل كويس او مش واخد حقه في التقليبه دي هيطلع اوحش حاجه. فاحنا المرحله دي مرحله مهمه جدا ان الرزايه تسخن وتاخد حقها، على ما احنا نروح نحط كل مكوناتنا بتاعه الصوص على بعضها. يلا كل بقى المكونات بتاعه الصوص على بعضها. لو مش عايزه العسل الاسود شيليه، لو عايزه مثلا تقللي من الكاتشب شويه مفيش مشكله. الباربيكيو صوص بالنسبه لي اساسي، الخل اساسي طبعا، اوعي ما تحطيهوش. ننزل بقى ببهاراتنا الحلوه كده عشان ايه؟ نتبل ويطلع عندنا حاجه جامده جدا. بقى بالصوص انا قلبت كل مكونات الصوص كلها على بعضها، وزي ما احنا شايفين بيطلع مننا صوص كده نبيتي غامق شويه من الحاجات الغامقه اللي حطيناها. الباربيكيو صوص غامق، صويا صوص غامق، العسل اسود غامق، فهو بيبقى مايل للون نبيتي كده زي ما احنا شايفين. يلا بينا ننزل بقى بمعلقتين كده من الصوص على الرز. بعد ما قلبنا الرز كويس قوي قوي قوي، ودي كانت خطوه مهمه، نقلب بقى كويس جدا كده. مجهزين المياه المغليه طبعا علشان هننزل بيها، وبرده ايه حلو ان احنا نوزع اللون كده علشان لما نيجي ناكل ما نلاقيش شويه رز ابيض على شويه رز ملونين. عايزين الرز كله يبقى واخد نفس اللون. ريحه على طول بتبان، ريحه الريزو اللي احنا عارفينها. يلا بينا ننزل على طول بالمياه المغليه، نغطي وش الرز زي ما احنا متعودين عادي. ولو حسينا زي ما انا حاسه دلوقتي ان انا عايزه ازود معلقه من الصوص، هزود معلقه من الصوص واغطي واقفل عليه تلت ساعه. طبعا بوطي النار بعد اول دقيقتين بعد ما بطمن انه الرز اتشرب شويه. احط بقى الدقيق على النشا. ممكن ندي التتبيله دي شويه من الملح والفلفل. الفراخ افتكرت، الفراخ المجمده لو احنا متضايقين من طعمها عشان احنا واخدين على الفرش، في ناس واخده على الفرش، ده مش معناه ان المجمده فيها حاجه وحشه، مجمده حلوه والناس بتسلقها وبتعمل عليها ملوخيه وبتبقى زي الفل. في ناس على حسب ما اتعودت انها ما بتقدرش تحس نفس الطعم مع الفرخه المجمده،
خلاص ما تسلقيهاش، ما تخليش الفرخة المجمدة بتاعت السلق خالص، عندك مجمد يبقى تفكيه تتبليه تتبيلة حلوة قوي 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 وتشويه، أحلى حاجة ليه الشوي، ولا هتحسي بقى بإنك متضايقة ولا أي حاجة، لأن هو أصلا ما إحنا بنجيب الفراخ وبنجمدها عادي ما فيهاش حاجة. فأنت لو أنت حسيتي في إن فيها مشكلة خليها بقى للشوي، شوي فحم، شوي فرن، تتحط بتتبيلة حلوة جدا ويدخل معاها بطاطس وخضار وهكذا. تبليها بس انت حطي في التتبيله لبن رايب، ومن قبلها بليله حطي زعتر وبابريكا وليمون ومعلقه عسل وشويه عصير برتقان وميه بصل وفصين ثوم وجوز الطيب، وروقيها كده وسيبيها ليله كامله في التتبيله دي، ودقيها دقيها كسري عظمها علشان ما يبقاش فيها كده ايه العظم ناحيته دم او اي حاجه، كسري كده عظمها كويس قوي وتنيميها بقى في التتبيله دي ليله كامله، وعلى وشها رشه زعتر ودخليها الفرن، هتطلع تحفه وزبده. واو. الرز عايزين نوطي عليه كرنب ابيض، كرنب احمر، طبعا بنستخدم يدايا ده مش مهم خالص، اجيب اللونين يعني، ولكن يعني جبت كده عشان الالوان. جزر مبشور، عصير ليمونتين، نص كوبايه مايونيز، كوبايه من الزبادي اللي هي بالكوب المعياري يعني، معلقه خل، معلقتين كبار من السكر نقدر نبدلهم بالعسل، ربع معلقه صغيره ملح، وربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ويمكنكم اضافه اناناس اذا عندكم اناناس. اناناس الفريش بصراحه بقى غالي جدا فما بقاش اوبشن يعني، بس عندكم كومبوت مثلا مش عارفين تعملوا بيه ايه، المهم ان هو بيبقى لذيذ ولطيف. انا هنا معلش كنت بجرب الزيت فكنت حاطه فيه قطعه من الدجاج، وايه سايباها مع نفسها شويه. اخف المايونيز بالزبادي عشان انا ذوقي كده يعني، بحس مايونيز كتير قوي قوي في السلطه دي، فبحب اخفه بالزبادي وطعم الزبادي بيبقى حلو، لكن الاصليه ما فيهاش زبادي طبعا، وده مش الصوص الاصلي، الصوص الاصلي كله مايونيز. بنعمل كده 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 كويس قوي، نحط الليمون والسكر، على فكره هي طبعا بيبقى فيها كميه سكر اكبر من كده، انا حطيت بس معلقتين عشان بحس ان كده كميه سكر كبيره قوي. لما بنيجي نعمل الجانك فود في البيت بنكتشف قد ايه عشان نقرب بس من الطعم اللي احنا بنحبه في مطاعم بره، احنا بنستخدم زيوت وبنستخدم سكر ومايونيز ودهون. يعني شفتوا صوص مثلا زي صوص الريزو ده استخدمنا فيه كمية صوصات كلها حاجات قد ايه؟ ده عشان بس نقرب من الطعم اللي احنا بنحبه. تعالوا نقلب الرز، هو لسه مش يعني لسه ما استواش، انا بس بقلبه كده علشان ما يعملش قعر، محتاج شوية مية، ونقفل عليه كمل. بس ريحته جميلة بصراحة. نشوف كده اخبارها ايه. حلوة جميلة. هننزل للسلطة نحط لها بقى الكرنب بس ملح وفلفل، وعايزة اشيل اطلع بقى الفراخ. يلا بينا. ثانية واحدة عشان بس كنت محتاجة ان انا ايه اجيب شبكة. بنزود السوى شوية علشان نبقى مطمنين انها استوت من جوه. اوكي نسيبها بس تبرد وتهدى كده. هشيل الزيت يهدى برضو شوية من على النار، هشيله من على النار على جنب، مش عايزاه حامي قوي 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 يعني، سخن، زيت سخن طبعا مش زيت بارد، بس مش حامي قوي. بصوا بقى التغليف بنعمل كده، نطلعها من هنا ايه وننفضها من الدقيق والنشا كده، ونرجع تاني للتتبيله نعمل كده، ونقوم مدينها دقيق تاني وننفضها بسرعه عشان تكرمش كده. اوكي اوكي يلا ننزل بيها على الزيت بسرعه، يلا بينا. وهكذا يلا نعمل ايه التالته بسرعه عشان يبقى عندنا كل الدبابيس كده اتعملت. زي ما احنا شايفين كده
تتقلي وممكن تقفلوا عليها الغطا، مفيش مشكله، بس النار نوطيها بقى شويه. لو حسيتوا ان هي عاليه قوي وطوا النار شويه. الفراخ لسه على النار، هديت النار وغطيت علشان تستوي من جوه، واضمن انها بقت تمام وزي الفل. تاخد قد ما تاخد من الوقت، المهم ان هي ما تنزلش في زيت سخن قوي وحامي قوي فتتحرق من بره ومن جوه تبقى نيه، ولا في نفس الوقت تنزل في زيت بارد فتشرب زيت وتبوظ. اوكي، انا دلوقتي هنا مغطيه، الزيت شغال والفراخ بتتقلي زي ما احنا شايفين كده في حله زيت غزير متغطيه كويس متنغزه بحيث انها يبقى فيها، ثانيه واحده عشان اوريها لكم عدل كده، يبقى فيها الحراره دخلت من جوه والتتبيله وكل حاجه. تعالوا نشيل كده ونبتدي في الستربس بسرعه. واخده لون رائع. يلا بينا. نفس الكلام اللي عملناه بالظبط مرتين بالشكل ده. هنزل كل الكلام ده كده. كده. وبدر كده اهو. كده اهو. ونفضها بالشكل ده. وارجع تاني اخدها كده واعمل كده. واعمل لها الشكل والتجعيده بتاعتها واقوم منزلاها على الزيت على طول. طبعا الطعم بتاع التتبيله اللي عمال يتشرب منه ويروح معانا كده تاني وتالت فبيدينا طعم في القلية رائع، مع النشا كمان بتدي قرمشة حلوة قوي. يعني يا دوب يا جماعة يا دوب، دي الوحيدة اللي طلعت حلوة يا دوب. نحط ايه؟ ما تحطوش بقى كتير، شفتوا انا لما حطيت كتير بوظت وحدايتين تلاتة كده. الزيت لو هدي، لو النار هديت، لو حطينا كتير ما تبقاش بقى مقرمشة وحلوة زي الايه اللي احنا طلعناها هنا. انا نحط دول هنا. يعني يا دوب كام واحدة كده، اتنين مثلا باظوا مني. عندنا بقى صوص الريزو كمان دلوقتي هنحطه على الرز. الصوص بقى بتاع الريزو ده كمان بيبقى حلو قوي ان احنا ايه ناكله مع الفراخ، يعني لذيذ حتى لو عايز تحطيه مع الفراخ بيبقى تحفة. نجيب منديل ونبص بصة هنا ايه الاخبار. فين ال تمام زي الفل، النار ماشيه معانا ايه اخر لذاذه. والله انا ظلماك، انا ظلمتك، ظلمته النهارده بس. لا انا النهارده انا اللي غلطانه، انا بس عايزه ادي لون حلو. مفيش مشكله، هي لما بتطلع بتغمق شويه بس ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، بتطلع برضو تحفه. يعني انا ايه حطيت بس شويه كده على الرز الريزو، ونظبط الطبق ونحط شويه صوص. انا هعمله دلوقتي بس ان انا هرش شويه صوص لذيذ كده كده اهو على الرز، مش كتير بقى، اللي عايز يزود وهو بياكل تمام وبس كده. عايزين بقى تعملوا الفراخ دي بوب كورن، عايزين تحطوا بدل الفراخ جمبري، براحتكم.